منى الجميله، بنبارك لك النهارده على الفيلم، وكمان كل سنه وانت طيبه. انت طيب، ميرسي. يعني ده فات كتير قوي. كتير يعني اسبوعين متهيألي. يعني النهارده كام؟ 20؟ لا انا كان يوم 4 عيد ميلادي. طيب يعني 16 يوم كتير. انت طيب يا حضرتك. ميرسي، ربنا يخليك. النهارده بقى بنحتفل بتصوير فيلم روحي لك، كلمينا عن الفيلم وجالك ازاي وشخصيتك فيه. الفيلم جالي عن طريق استاذ عمرو طنطاوي المنتج، اللي هو صديق عزيز عليا يعني، ومبسوطه ان هو انا بشتغل فيلم من اعماله. سعيده اني بشتغل مع استاذ مازن نيازي المخرج، يمكن دي اول اعماله الاخراجيه، فانا سعيده بيها جدا صراحه. احنا مجموعه كويسه وكلهم صحابي، سواء إيهاب أو مروة أو إسلام، إحنا تيم حلو وكلنا بنحب بعض الحمد لله. والفيلم يعني لايت شوية، كوميدي رومانسي مش قوي، بس هو دراما. مش هعرف أحكي عن دوري عشان ما بحبش أحكي عن أدواري عشان ما تتحرقش، ولكن هو دور جديد ومختلف إن شاء الله يعجب الناس. بتحبي انت الكواليس دايما تكون كويسه، ودايما بتحبي ان مجموعه العمل معاكي تبقى كويسه، ده لقيتيه في الفيلم مع كل طاقم العمل؟ لازم، انا بحب يبقى عندنا كواليس حلوه ونهزر، وده بيبقى لطيف جدا طول الوقت، بيديك يعني البوزيتيف انرجي دي بتبقى حلوه طول الوقت. كمان انا بحاول اعمل كده دايما في كل شغلي، يعني لما تلاقيني ما نزلتش كواليس فاعمل اعرف ان انا مش مبسوطه فيه. انت لسه بتتكلمي عن البوزيتيف انرجي، بس انت كان في تويته كده بتقول ايه، هو انا كده احسن او ايه، ببقى افضل لما الناس بتسيء في سيرتي او بتسيء في حاجه زي كده، صح كده؟ لا، هو انا دايما بعمل اجنورينج دايما للناس اللي بتسيء. اصل انت لو هتقعد تهتم بكل واحد هيسيء لك، ما انت مش على مزاج كل حد. ففي ناس بتفتكر انه النهارده انا بقرا ساعات الكلام بتاعهم بضحك، بعد اقول في نفسي مثلا انت النهارده بتحب الشخص، بتكتب له ليه؟ بتغلط فيه ليه؟ بتعلق له ليه؟ بتتابعه ليه؟ فاهمني؟ انت النهارده ما دام قررت انك تتابع فنان، يبقى يا تمدح يا تكتب كلمه كويسه يا ما تعملوش فولو. هو انا شايفه كده. فبعد اقعد اقول يعني هل دول ناس طبيعيه؟ يعني تعملي فولو عشان تخش تشتمني مثلا؟ انه انا بنزل صوره ما ببقاش يعني مركزه انا بشوف بيكتبوا ايه ولا بتاع، بس ممكن يعدي مثلا يومين ثلاثه مثلا اروح منزل الاخيره كمان يعني، لا انزل صوره وبعدين ارجع مثلا الصور اللي انا نزلتها اشوفها، ممكن يكون حد من زمايلي كمان كاتب لي بتاع، لان اليومين دول فعلا مش بنام وما بقاش فاضيه حتى اتابع غصب عني يعني. ولكن بلاقي ناس كاتبه كلام مش لطيف، يعني اخش اكلمهم صراحه، بخش اكلمهم، بس في ناس الاسلوب مش لطيف فبعملهم بلوك. فدلوقتي يعني خلاص بقى ليه يكتب يكتب، مش مهم بقى، اصل انا مش هقعد امسك ايدك وانت بتكتب ولا همسك لسانك وانت بتغلط، مش هعرف اعمل ده. بس دايما عندي قناعه انه داين تو داين، انت النهارده بتغلط في واحده عامه يعني مش انا، يعني هيتغلط في حد من بيتك نعرضك يعني، لأن ربنا ما قالش كده.